يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، بالرب يسوع الذي أحبنا، الذي يحبنا، الذي سيظل يحبنا إلى الأبد. يعظم انتصارنا. طول ما الرب معانا احنا منتصرين. طول ما الرب معانا الخطية لن تستطيع أن تسيطر علينا، الحزن لن يستطيع أن يسيطر علينا، الهم، القلق لن يستطيع أن يسيطر علينا. طول ما الرب معانا لن نفشل. طول ما الرب معانا احنا في الارتفاع. طول ما الرب معانا احنا من مجد الى مجد. عزيزي المشاهد، ابدأ معك بآية من سفر أرميا اصحاح 31. اقرا لك الجزء الثاني من آية رقم 14. الرب بيقول: ويشبع شعبي من جودي، يقول الرب. ويشبع شعبي من جودي، يقول الرب. يعني شعبي هيشبع من كرمي، من إحساني، من محبتي، من أعمالي الحلوة. شعبي هيبقى شبعان. عزيزي المشاهد، هل أنت شبعان ولا لا؟ شاعر بفراغ جواك ولا شاعر بأنك شبعان؟ في آية بتقول كده: النفس الشبعانة تدوس العسل. يعني بالعسل قدامها شبعان تدوس عليه، مش عايزاه. هل أنت شبعان ولا جعان وبتحاول تسدد هذا الجوع بخطية، بعلاقة، بانهماك في الشغل عشان جواك فراغ؟ هل الفراغ اللي جواك ملاه الرب ولا انت بتحاول تملاه بطريقتك؟ لو بتحاول بتملاه بطريقتك هتفشل وعمرك ما هتبقى شبعان. دايما هتحس ان في حاجة ناقصاك، ودايما هتحس انك انت كل شوية بتحبط، لأن بتعتقد إنك هتتبسط لما تغير بلدك وتسافر بلد تانية، تروح بلد تانية بعد شوية تلاقي نفسك لسه زي ما أنت، تغير الشغل تلاقي نفسك زي ما أنت، بتغير الأصدقاء زي ما أنت، لأن مش ده العلاج. العلاج في الآية دي إن يبقى ليك علاقة حقيقية مع الرب. لو ليك علاقة حقيقية مع الرب، الرب هيملى هذا الفراغ وهيخليك شبعان مش محتاج حاجة. هتقدر تقول مع داود كده: الرب راعي فلا يعوزني شيء. واوعى تعتقد ان داود قال الآية دي لما كان ملك. ما تقول لي ده ملك عنده كل حاجة ويأمر فيطاع. لا، داود قال الآية دي وهو لسه راعي غنم، أخ صغير وسط عيلة كبيرة، الأصغر إخوات، أصغر أخ في العيلة، وهو لسه صغير وإمكانياته قليلة وبيرعى شوية غنم. قال الآية العظيمة دي إن أنا شبعان، الرب راعي فلا يعوزني شيء. لو الرب هو اللي بيرعاني هشبع من جوده. يقول كده الكتاب: ويشبع شعبي من جودي، يقول الرب. لما نبقى شعب الرب نتمتع بجود الرب. لما نبقى فعلا شعب الرب، يعني عايشين للرب، يعني بنحب الرب، يعني بنتلذذ في علاقتنا معاه، لما نبقى فعلا بنقول له انت ملكنا، انت اللي تملك علينا، فعلا مش هيعوزنا شيء. هنبقى شبعانين من جوه. جوه هي مش هيبقى فيه فراغ، لا فراغ عاطفي ولا فراغ نفسي ولا، وكل اموري مسدده.
لأن إلهي عظيم في العطاء، وحينما يعطي تقول رسالة يعقوب أنه يعطي بسخاء، يعني مش بيديني بالقطارة، لا يعطي بسخاء باسم الرب يسوع. ما نبقاش في أي وقت جعانين ويبتدي الشيطان بقى يحط قدامنا العسل، لا، باسم الرب يسوع نشبع بالرب ندوس العسل. واوعى تنسى هذه الحقيقة، انك عشان تبقى منتصر على الخطية لازم تبقى شبعان. يعني تقول لي انا بقاوم الخطية بس ضعيف قدامها، اقول لك لانك مش متمتع بالرب. لما تتمتع بالرب وتشبع بالرب وتشبع بوجود الرب وإحسانات الرب، الخطية مش هيبقى ليها أي جاذبية. هتقول كده الرب راعي فلا يعوزني شيء، وهتقول كده زي ما قال بولس لا يتسلط علي شيء، أنا شبعان، أنا مش محتاج حاجة. ومش هتقول كلام كده ده مجرد كلام، لا، ده هيبقى اختبار، هتختبر فرح جواك وسعادة باسم الرب يسوع. نشبع من جود الرب وندي الناس كمان، يعني نشبع ونمتلئ ونفيض للآخرين، نشجع ده ونعضد ده، والرب يدينا كتير حاجات مادية نساعد بها الآخرين ويباركنا في شغلنا، زي ما قال الكتاب نشتغل ونعطي من له احتياج، لأن في بركة في عملي، في إيد الرب معايا. أرى الآية مرة كمان، يشبع شعبي، قل له أنا من شعبك. والآية دي يا رب لازم تنطبق عليا، لازم تتحقق فيا، لازم أبقى شبعان. ويشبع شعبي من جودي، من عطائي، يقول الرب. وفي آية بتقول كده في المزامير، أمامك شبع سرور، يعني لما أبى في حضرتك يا رب هشبع فرح، شبع سرور، هشبع سعادة. وفي آية بتقول كده، يشبع بالخير عمرك، يعني تبقى شبعان. واتقال إن عن أيوب بعد ما طلع من الضيقة بتاعته وإنه عاش ومات شبعان أيام. حياتنا مع الرب حياة شبع باسم الرب يسوع، لن يعوزنا شيء. عزيزي المشاهد، تعال معي نكمل التأمل في إشعياء 61 الذي يتحدث عن الملك الألفي. ماذا سيحدث للناس اليهود في الملك الألفي؟ الكتاب بيقول ان اليهود في الملك الألفي هيبقوا رأس الشعوب، يعني أورشليم هتبقى كأنها عاصمة العالم، وده الشعب اللي الرب ساعتها هيبارك بيه كل العالم. ايه اللي هيحصل للشعب ده؟ يتحول من الخزي الى المجد. ده قال كده، اعطيهم جمالا عوضا عن الرماد. وشرحنا ده في الحلقة اللي فاتت، وقلنا الجمال في اللغة العبرية والتاج اللي بيلبسه الملك، وهو العمامة اللي كان بيلبسها رئيس الكهنة في العهد القديم، فبتتكلم عن المجد. والرماد كانوا بيحطوه تعبير عن الحزن والخزي والعار، يحطوه على رأسهم. فالرب هيدي للشعب ده، للناس اليهود، مجد عوضا عن الخزي بتاع السنين. أكتر شعب اتبهدل في التاريخ هو الشعب اليهودي. ليه؟ عشان صلب الرب. ليه؟ عشان رفض رسل الرب، رفض الكرازة، اضطهد الكنيسة الأولى. فعشان كده عاش في انكسارات كثيرة عبر التاريخ. الرب بيقول الجمال هيبقى عوضا عن الرماد، والشعب الحزين هيجي يبقى فرحان. ده في الملك الألفي، دون فرح عوضا عن النوح. والشعب اليائس، وطبعا يأسه هيبقى صعب قوي في الأيام الأخيرة، وخصوصا في الثلاث سنين ونص بتاعت الضيقة العظيمة، بدل الروح اليائسة هياخد رداء تسبيح.
ونهينا الحلقة اللي فاتت قدام الحتة دي، ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة. عزيزي المشاهد، الرب بيشيل مننا روح اليأس، بيشيل مننا الحزن الاكتئاب، بيشيل مننا الخزي. الرب بيدينا جمال، الرب بيدينا مسحة فرح، الرب عايزنا نلبس رداء التسبيح. وقلت لك رداء التسبيح ده كانوا يلبسوه زمان وهم رايحين يسبحوا في هيكل الرب، ما كانوش يلبسوا اي لبس. احسن لبس كانوا بيروح لبس اللي هو مبهج. وقلت لك ان ده معناه ان احنا واحنا رايحين نسبح الرب لازم نبقى مبهجين، يعني للاخرين الناس يشوفوا فينا فرح حقيقي. نرجع بيوتنا زي ما قال الكتاب عن داود لما رجع بعد ما كان في جو التسبيح وبيسبح امام تابوت الرب، يقول لك راجع ليبارك بيته، يعني راجع فرحان عشان يملى بيته بالفرح. مش سبح بس زي ما واحد يسبح بس في الكنيسة ويرجع البيت، لا، ارجع البيت كمل التسبيح بتاعك قبل ما تنام، سبح شوية، بارك بيتك بصلاتك بإيمانك اللي بتقوله في التسبيح. رداء تسبيح، رداء تسبيح يعني مظهر ناس فرحانة بالرب. وفي ناس تأملت في الآية دي في الجزء ده وقالت رداء التسبيح ده كمان يحمي من الروح اليائسة، لأن وظيفة الرداء إيه؟ أنه بيحمي اللي جواه. أنت بتلبس رداء، الرداء بيحميك، أنت جوه الرداء، فبتتحمي من الرداء ده، من الهواء، من البرودة الشديدة، من أي حاجة. الرداء ده بيحميك، بيحميك من الحاجات الخارجية. فلما تبقى بتسبح يبقى أنت لابس رداء يحميك من إيه بقى؟ من روح اليأس. يحميك من ايه؟ قلنا ان الروح اليائسة دي في الاصل العبري تيجي بمعنى كمان الروح الثقيلة، يعني انت عايز تحمي نفسك، تقول انا معرض اكتر من غيري للكتمة، بتجيلي كتمة كتير، سبح كتير، تسبيح رداء يحميك من الكتمة ويحميك من الحزن، سبح كتير، سبح وانت رايح شغلك، ماشي في الشارع سبح، وانت راكب عربيه سبح، وانت واصل شغلك من وقت والتاني تبقى حافظ ترنيمه كده فيها تسبيح تسبح بيها الرب، وانت قبل ما تنام تسبح، وانت بتغسل وشك او بتستحمى ترنم وتسبح للرب. املى حياتك تسبيح تحمي نفسك من الروح اليائسه. اذا في الملك الألفى هيبقى فيه تسبيح كثير جدا، وهيبقى فيه فرح كثير جدا، وهيبقى فيه مجد، هيبقى فيه مجد. انا لما بنسبح الرب ويبقى تسبيح حقيقي من القلب هنتمتع بحضور الرب، هنتمتع بالمجد. اي اربعة بقى بتكمل عن وصف الشخصيات او الناس بتعود الملك الألفي، انهم مش معنى انهم هيسبحوا وهيفرحوا وهتبقى حياتهم فيها مجد انهم هيبقوا كسالة، لا، دايما الانسان اللي حياته الروحية قوية دايما بيبقى انسان مجتهد في عمله، دايما بيشتغل كويس، وما بيشتغلش لا اقل من المعتاد ولا اكتر من المعتاد، يعني متزن، لكن بيشتغل كويس وناجح في شغله. الطالب اللي هو حياته الروحية قوية هتلاقيه بيذاكر كويس، عمره ما يبقى مهمل في دراسته ولا يبقى انحراف. وهنا ده اللي هيحصل في الملك الألفى، يقعدوا كده ساكتين؟ لا، يقول لك في حاجتين مهمين هيحصلوا، ويبنون الخرب القديمة، يعني الأماكن اللي خربت اليهود في الوقت ده اللي هيبقوا مؤمنين بالرب يسوع والرب هيبقى ملك عليهم، هيبنوا، هيشتغلوا بعندهم شغل. يقول لك ويبنون الخرب القديمة ويجددون المدن الخربة، يعني هيعملوا شغل كتير، يعني أرض كتير هتبقى خربت، وخصوصا بسبب الضربات الصعبة اللي هتيجي في الضيقة في وقت السبع سنين الضيقة اللي هم في سفر الرؤيا الأختام السبعة، كل ختم صاحبه ضربة
وبعدين الأبواق، وبعدين عندنا أبواق سبعة، وبعدين عندنا جامات سبعة، كلها ضربات ضربات، وبعدين العمل الوحش في البلد. لا بس هنا بقى في اتجاه لاسترداد ما فقد. المؤمن كده، المؤمن دايما لا يقبل السلب ولا يقبل ان الحاجة اللي اتهدمت ما ترجعش. المؤمن يؤمن بفترات التعويض، حاجات اتهدمت في حياتي تتبني، حاجات اتسلبت ترجع، اصلي واؤمن واشتغل، مانيش كسلان باسم الرب يسوع. اي حد بيسمعني كسلان بيروح شغله بالعافية، لا، صلي وخد قوة من الرب والرب هيباركك في شغلك، زي ما هيبارك اليهود في الملك الألفي في نهاية العالم لما يتحولوا بقى من حالة الخزي إلى حالة المجد، بسبب انهم هيقبلوا الرب يسوع انه المخلص اللي صلبوه بايديهم، هيؤمنوا بيه انه المخلص، هيؤمنوا بيه انه الملك، ويبنون الخرب القديمة. حاجة تانية بقى المهمة اللي هتحصل، بقول لك يشبه كسالة، بيقول ايه؟ ويقف الاجانب، آية 5، ويرعون غنمكم، يعني الاجانب اللي هم جايين بقى من الشعوب المحيطة، ويكون بنو الغريب حراسيكم وكراميكم، يعني عندهم حقول كتير، هيبقى عندهم زي ما شفنا في حلقات سابقة خير كتير، الارض هتطلع حاجات عظيمة جدا. مين اللي هيجني الحاجات دي؟ مين اللي هيحرس الارض؟ مين اللي هيرعى؟ هيبقى عندهم غنم كتير، مين اللي هيعمل الحاجات دي؟ لا مش هم، في شعوب من الشعوب دي ناس هتيجي تشتغل الحاجات دي. ليه؟ عشان هم هيركزوا وقتهم في حاجات تانية، مش هيقعدوا كسالة، هيبنوا الخرب القديمة. دي أول حاجة، فدي حاجات مهمة جدا، فدي حاجات هيعملوها. أما الزراعة وكده هيجي لهم ناس من الشعوب المحيطة يشتغلوا. الحاجة التانية بقى اللي هيحط وقتهم فيها ومكوتهم فيها الحتة دي، يقول لك يقف الأجانب ويرعون غنمكم، وهيبقوا هم اللي بيحرطوا الأجانب، وهم اللي بيجمعوا الكرم اللي هو العنب. أما أنتم، طب إحنا إيه بقى؟ فتدعون كهنة الرب تسمون خدام إلهنا، يعني هيشتغلوا كهنة الرب كل الشعب. إيه دور الكاهن؟ إنه يعلم، يعني هيبقوا مهتمين بقى إنهم يسافروا ويكرزوا، وزي ما قال الكتاب هيبقى أورشليم مصدر الشريعة، هيبقوا كهنة الرب، هيهتموا بالعبادة، هيهتموا مع بناء الحاجات الخاربة وبالخدمة، وتسمون ايه؟ خدام إلهنا. عزيزي المشاهد، لازم خدمة الرب يبقى ليها الأولوية في حياتك. بتشتغل، ما قلناش انك انت بتشتغلش، لازم تبقى خدمة الرب ليها الأولوية في حياتك، لازم تبقى مهتم بخدمة الرب، لازم يبقى ليك دور في امتداد ملكوت الرب، فإن الرب يملك على نفوس كثيرة. لازم لو انت عرفت الرب لازم يبقى ليك دور، ده اللي بيقوله الكتاب، صلي عشان تعرف دورك، واطلب من الرب ان يأيدك في دورك عشان تبقى دي أولوية، الأولوية عند المؤمن. تقول لي طب وشغلي؟ رب يبعت لك، ما هم دول رب يبعت لهم ناس، الناس دي هتشتغل ببلاش، هيدوها فلوس، فانت بتفيد الناس ووقتك انت بتعرف تنظمه. في حاجات ممكن غيرك يعملها، تعملها انت ليه؟ ما تفضي نفسك عشان الامور الاهم. في ناس ممكن تعمل حاجات دي وتتبارك، شعب ده هيبارك الشعوب، هييجوا يشتغلوا، ما يشتغلوش ليه؟ هنديهم اكتر من حقهم. دايما المؤمن يعطي بسخاء، يعني لما حد يجي يشتغل عند واحد مؤمن غني
إذا كان بياخد دولار أو جنيه عند غير المؤمن هياخد عنده لا أكتر، يمكن يديله دولار ونص. ليه؟ لأنه عطائي. اتعلم العطاء من الرب، اتعلم أنه يدي بسخاء، بيبارك غيره، وتعلم مبدأ النعمة. أن أنا مش هدي لك على قد شغلك، ما ده النعمة. النعمة بتقول أن أنا هدي لك على قد شغلك؟ لا، النعمة بتقول أدي اشتغل وأدي لك وأدي لك أكتر، مش لأنك أنت تستحق أكتر، لا، لأن أنا كريم. فشعب الرب هنا في الملك الألفي اللي الرب سيملك عليه هيعرف يرتب وقته صح، هيعرف يرتب اهتماماته صح، هيعرف إيه اللي يتعمل وإيه اللي يسيبه لغيره يعمله، منظم، عارف أن الأمور الروحية تسبق الأمور المادية، والناس هتتبارك بيه، لأن كمان هيخدموا الناس، دول خدام إلهنا، هيسافروا، ونتيجة خدمتهم للناس إيه اللي هيحصل؟ إن فلوس كتير هتجيلهم. وعشان كده يقول لك تأكلون ثروة الأمم، تأكلون ثروة الأمم. يعني أنا لما أعيش للرب، الرب هيخلي الناس تباركني ماديا وتباركني في كل أموري. ولما أبقى محتاج عامل مثلا عند مصنع ألاقي 100 عامل كويس يجيلي، مش أبقى محتاج. ليه؟ لأني أولوياتي مترتبة صح، أولويات اهتماماتي، اهتمامي واحد الاهتمام الروحي ده، عشان التنظيم ده صح، الترتيب ده في التفكير والاهتمام صح، الرب بيباركني، بيخليني أكل ثروة الأمم. تقول لي مش فاهمها الآية دي، أقول لك يعني أي حاجة تحتاجها الرب يبعتها لك. يبعتها لك ليه؟ عشان أنت مجتهد، وعشان الأهم أنك أنت أولويات تفكيرك صح، أولويات اهتماماتك صح. أنت يهمك تبقى خادم للرب ناجح قبل أن يهمك أن تكون موظف ناجح أو صاحب بيزنس ناجح. بس بكل تأكيد لو أنت خادم ناجح هتبقى صاحب بيزنس ناجح، هتبقى طالب ناجح، هتبقى موظف ناجح. عزيزي المشاهد، باسم الرب يسوع نرفض الكسل، وباسم الرب يسوع يكون ملكوت الرب زي ما قال الرب، اطلبوا اولا 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 ملكوت الله. لما يبقى ملكوت الله اولا باسم الرب يسوع سوف ناكل ثروه الامم. واكمل معاك التامل في هذا الاصحاح اللي بيتكلم عن الملك الالفي في الحلقه القادمه. الرب معك. إلى كل أحبائنا المشاهدين، نقدم لكم كتاب ثق في الدم، هدية مجانية من خدمة أنهار الحياة عند تلقي مراسلاتكم. هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل، وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج، أو بأي استفسارات أو طلبات خاصة نصلي معكم من أجلها. راسلونا على البريد الإلكتروني mail@pastordaniel.org، أو العنوان البريدي أنهار الحياة، صندوق بريد 3030، الحرية، هليوبوليس، القاهرة، جمهورية مصر العربية، أو Rivers of Life، PO Box 433، Greenford، UB5 9BJ، UK، أو ارسلوا لنا بريدا صوتيا أو رسالة SMS على 012-577-88. وأخيرا ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org. الرب معكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية.